طويلة في وقت ما اسكندريه ليه طبعا قلت كده. انا قعدت 3 سنين ما اشتغلش وده اللي انا طبعا مكتئب جدا لان انا كنت متصور بعد ما كنت في مهرجان برلين واخد بقى سوكسي 7 دقايق والناس كتبت عني ظهر اعظم ممثل هنزل اكسر الدنيا فكان طالع عليا ان انا محتكر فبقيت كاره يوسف شاهين لانه خدت فرصه وقعدت في البيت. قلت عملت سيناريو فيلم ورفضته الرقابه وبعد كده اتعمل في فيلم اسمه ولاد العم. كنت عامل فيلم اسمه انتفاضه وده كان سنه 93 لان حصل لي استفزاز بان في 5000 مصري سافروا اسرائيل واتجوزوا هناك وخلفوا اولاد فبقول ايه ده؟ هو ده الناتج بتاعنا ان احنا بعد انتصار حرب 73 ان اولادنا عشان مش لاقيين مستقبل ليهم هنا يروحوا هناك ونبقى مش بس بقى في 5000 مصري هناك عايشين بيعتبروا اعداء ليك وكمان بيخلفوا اولاد طبقا للشريعه طبعا الشريعه اللي هناك يبقوا هم يهود وبقى مش بقى 5000 بقى 5000 جاسوس عليك غير اولادهم. فطبعا الموضوع ده استفزني جدا وخليت البطل اللي بيروح هناك بيركب عربيه عشان يشتغل في الحيطه اللي هم عاملينها. مشهد موجود كان في ولاد العم وبرضو الاولاد وهم بيرسموا العالم وما اعرفش ايه وبتاع برضو كان مشهد موجود في ولاد العم. طبعا لما انا قدمت الفيلم ده من اتقبل ولا اترفض في الرقابة؟ لا ده كان فيه هجوم فظيع وكان الايام دي كان روزا اليوسف بيكتبوا عن الموضوع ده مقالات كتيره جدا وانا كنت بعمل باخد المقالات دي وبعملها في السيناريو وبقدمها وبحط الحاجات دي في الرقابه واول ما هاجموني روزا اليوسف هاجمتني والنص في الرقابه وكان بالنسبه لهم لا احنا ما بنوديش ولادنا احنا عشان كده ولاد العم اتعمل بشكل انه لا احنا بنرجع ولادنا صحيح. قلت لما اعتزلت والتزمت كل اصدقائي من نجوم الفن بعدوا عني. طبعا بعدوا عني. طبعا كان بالنسبه لهم قالوا لي ببساطه كده انت حققت اللي انت عايزه خلاص انت سيبنا احنا نحقق وبعد كده نبقى وفي الاخر ما حدش حقق حاجه يعني. معانا شويه صور ننزلها هعرضك مجموعه صور لفنانين ليك مع كل واحد منهم حكايه احب نسمعها. يلا اول صوره ده فيلم اسكندريه ليه. دي صوره اسكندريه ليه. كان وهو كان الـ هنا بيوري لك ان الشخصيات رغم اختلافهم الديني لكن كانوا اصحاب. ده كان يهودي وشخصيه يوسف شاهين كمسيحي وشخصيه عبد الله كمسلم وان الثلاثه اصحاب وفي الاخر بقوا اعداء. اللي بعده استاذ فؤاد المهندس. ده استاذ فؤاد المهندس ده مدرسه جميله جدا. دي حكايه معاه. ده كان اول شخصيه جميله تحس ان هو عنده 17 سنه بيعمل حاله جميله جدا في الكواليس تحس ان احنا اسره واحده وهو كان بيفرح بان اللي قدامه بيبقى عالي ولو انت عملت افيه فاجئته بيه ولقاه حلو بس مثلا عاوز له صنفره يصنفر يصفر يعني يعني